مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. هذا البرنامج اللي طلع عليكم يوميا على شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى. مسي بالخير على جميع العاملين في هذا البرنامج وتحديدا زميلتي فاطمة. مساء الخير. مساء الخير عبد الله، ومساء الخير لكل السادة مشاهدين ومتابعين برنامج مساء الخير يا كويت في حلقة جديدة ومتجددة بكل جديد في الساحة المحلية. أكيد طبعا فاطمة، ممكن الظرف الطارئ اللي احنا قاعد نمر فيه حاليا ويمر فيه كل العالم واللي يتمثل في وباء كوفيد 19، هذا الظرف خلق فينا روح جديدة، مزيج ما بين الأسرار والصبر والعزيمة. حتى عيالنا الصغار تعودوا على حياة جديدة فيها من الانضباط، فيها من الاحتياط أكثر من اللهو واللعب اللي هم متعودين عليه، ويقول المثل رب ضارة نافعة. فعلا عبد الله، حياة مختلفة قاعدين نعيشها، فيها ترقب، فيها حذر، فيها وعي وثقافة جديدة، والأهم من هذا كله الترابط القوي والمؤكد بين المواطن والدولة، والاعتماد على ثقافة الانضباط والعمل عن بعد والإنجاز في أضيق الحدود من مبدأ لا تهاون ولا تهويل. وهذا هو المواطن الكويتي المحب لأرضه وقيادته. عسى الله إن شاء الله يحفظكم ويحفظ الجميع. أما الحين راح ننتقل إلى الطرف الآخر من الاستوديو والزميل عبد العزيز الدرويش، ولكن من بعد هذا الفاصل. جانے کے وقت میں دوسرے لوگ سے دور رکھیں، یہ چیز وائرس کو پھیل سے روکتی ہے. کلنا مسؤولین. عودة حياتنا الطبيعية بيدنا، الالتزام بالاشتراطات الصحية، تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. مفتاح نجاح المرحلة الأولى وجسر العبور للمراحل التالية. صحتنا وصحة من نحب مسؤوليتنا. قم بدورك، والمسؤولية على الجميع. نرحب بكم من جديد مشاهدينا. سبق أعزائي المشاهدين تحاورنا مع المتخصصين الأطباء في الصفوف الأولى بالتعاون لاحتواء فيروس كورونا، واليوم نتوجه توجها جديدا نوعيا وإعلاميا، حيث نلتقي اليوم بإحدى الكوادر الإعلامية اللي كان لها دور إعلامي بوضع الإرشادات الإعلامية في قالب صحي، ولها دور في إرسال رسائل إعلامية لغير الناطقين باللغة العربية. ويسرنا اليوم أن نلتقي عبر الفيس تايم مع زميلتنا الإعلامية مريم القبندي، مقدمة النشرة الجوية. First of all, our colleague مريم القبندي, weather forecast presenter, you are on air and good evening. Yes, good evening Abdulaziz, and good evening for all the مساء الخير or good evening Kuwait audiences. You're most welcome. Before our colleague Mariam Al-Gabandi, before we start our segment, we want to send on our behalf of myself and all our working crew in Good Evening Kuwait, we need to send and our gratitude and appreciation for you and all the media sectors who's working in this exceptional circumstance in the Ministry of Information. Yes, thank you very much. You're most welcome. First of all, our colleague Mariam Al-Gabandi, what did you do in this pandemic? You know, Abdulaziz, this crisis is very new, not only in Kuwait, but all over the world. So in the beginning of this crisis, we are just looking from afar, just taking the instructions and decisions from the government. And plus, I'm one of the people who's still going to work. So I have to take the advices given by the Ministry of Health and applying it while I'm going to work. Yes, Abdulaziz. Good job, my colleague Mariam Al-Gamadi. I will translate this answer in Arabic. في البداية أنا سألت زميلتنا مريم القبندي ما الذي قدمته في الاحتواء فيروس كورونا كوفيد 19، وهي أجابت أن هي في هذه الفترة قامت بعمل تغطيات إعلامية ووجهت رسائل توعوية وقدمت واجبها الإعلامي في ظل هذه الأزمة. Our colleague Mariam Al-Gamadi, let's go to our second question. What about the importance of health media guidance to prevent from the corona disease?
Yes, as I said before, this crisis is very new. New experience in Kuwait. So we need more information. We need the guidance. We need the instructions. We need the everything about this crisis. So this is what the Ministry of Health is doing through the health conferences. So this is a big and a huge role which is doing by the Ministry of Health. Excellent. Our colleague مريم القبندي سألت أنا زميلتي مريم القبندي عن أهمية الرسالة الصحية التوعوية للسادة المشاهدين ولعملها كدورها كواجب إعلامي، وأجابت أن هذا الشيء يعتبر مهم جدا كدورها في الوسط الإعلامي أن توجه هذه الرسالة الصحية الإعلامية للسادة المشاهدين عن طريق طبعا المقابلات وعن طريق أيضا النشرات. وننتقل الآن للسؤال الآخر. Our colleague مريم القبندي because you already mentioning about the media. What about the media role in this crisis? Yes, the media role is also a huge role in this crisis. So they are sending the messages for everyone in different languages. Plus, they highlighting the different efforts done by or made by the authorities. We are very proud of you and we're appreciating your effort. أنا سألت زميلتي مريم القبندي عن الدور الإعلامي في هذه الأزمة وأجابت أنه هو دور مهم جدا ويسلط الضوء على هذا الموضوع عن طريق الوقاية وعن طريق أمور كثيرة يستفيد منها كل مواطن ومقيم. وننتقل الآن للسؤال الرابع. Already our colleague مريم القبندي because you are sharing your because you are with us in the media sector. What about do you have any experience of sending the medical awareness messages neither for non-Arabic and non-English speakers? Yes, as you know, Abdulaziz, and most of the audiences also know that I'm a hybrid from a Kuwaiti father and Indian mother. So I can speak three different Indian languages, Malayalam, Tamil, and Hindi. And the special thing is I'm very fluent in Malayalam. And maybe I can speak Malayalam more fluently than the Arabic. So I choose to talk in Malayalam in short videos. For the non-Arabic and non-English speakers, so I can provide them the latest informations, guidance, and also the decisions made by the government. Good job and excellent, our colleague مريم القبندي. أنا سألت زميلتي الإعلامية مريم القبندي هل لديها خبرة في إيصال رسائل توعوية لغير الناطقين باللغة العربية وأيضا لغير الناطقين باللغة الإنجليزية، وأجابت أنها تجيد اللغة الهندية وتجيد أيضا ثلاث لغات هندية وتجيد اللغة بطلاقة وهي لغة المليانو، ونحن فخورين بها في الوسط الإعلامي، كلنا فخورين بما تقدمه من توعية لها الجالية الهندية. Now our colleague مريم القبندي, let's go to another question because you already mentioning that you're already fluent in Malayano. Can you share with us and deliver a message who's everyone who watching us through the KTV1 the main channel, especially in Good Evening program, about the five phases, please? Yes. Nakana Allah Malayaligalkum inde swagatham. ഇന്ന് വലിയൊരു ചാൻസാണ് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഈ കുവൈത്ത് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ഫേസസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് നീണ്ടു വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സ്റ്റേജ് ഒന്നിലാണ്. ഈ സ്റ്റേജ് June 20 ആണ് കയ്യ. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പള്ളികൾ, പിന്നെ കാർഗോ സർവീസ്, പിന്നെ ലോണ്ട്രി, പിന്നെ നമ്മളെ ഹോം ഡെലിവറി, പിന്നെ എല്ലാ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പിന്നെ ഹോട്ടൽസ്, നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ത്രോ, നമുക്ക് പോയി കാറിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ, പിന്നെ പെട്രോൾ പമ്പ്സ്, പിന്നെ നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ക്ലിനിക്ക് അങ്ങനൊക്കെ തുറന്ന്, പിന്നെ കാറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഗാരേജ്, പാർട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കണ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ, പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കും ഓപ്പൺ ആയി ഈ സ്റ്റേജിൽ. ഈ സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ ഇതുവരെ പാർഷ്യൽ കർഫ്യൂ ആണ്. നമ്മളെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പാർഷ്യൽ കർഫ്യൂ ആണ്. 6 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെ, രാത്രി വൈകുന്നേരം 6 മണി തൊട്ടിട്ട് രാവിലെ 6 മണി വരെ. 21 June 21 നമ്മൾ പോണേ
രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക്. ഇത് അഞ്ച് സ്റ്റേജാണ് ആക്ച്വലി, ഓരോ സ്റ്റേജ് മൂന്നാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇതിൽ പറയണേ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പറയണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ ബാക്കോട്ടേക്ക് പോവാതെ നിൽക്കാൻ. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ഓരോരോ ഓഫീസുകളൊക്കെ തുറക്കും, പക്ഷേ ഫുൾ സ്റ്റാഫ് അല്ല, 30% ആയിട്ടാണ് അതിൽ എംപ്ലോയീസൊക്കെ പോവുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസൊക്കെ തുറക്കും, പിന്നെ ഓരോരോ പാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളും തുറക്കും. ഇതും മൂന്നാഴ്ച. ഈ മൂന്നാഴ്ചയിൽ ഈ പാർഷ്യൽ കർഫ്യൂവിൻ്റെ ടൈമിങ് മാറും. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി 9 മണി തൊട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്, രാവിലെ 6 മണി വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ള പാർഷ്യൽ കർഫ്യൂ. പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക 12 ജൂലൈ ഏഴാം മാസം 12-ാം തീയതി. ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു കർഫ്യൂ ഇൻഷാല്ലാ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ലോക്ക്ഡൗണും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റേജിൽ ഹോട്ടൽസ്, പിന്നെ ഓരോരോ റിസോർട്ട്, പിന്നെ ടാക്സി സർവീസ്, ഓരോരാൾക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളികൾ, അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സർവീസൊക്കെ തുടങ്ങും. പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ പള്ളിയിൽ നമുക്ക് ജുമാ നിസ്കരിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. പിന്നെ ഓഫീസിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള ഓരോരോ ഓഫീസിൽ 50% ആൾക്ക് എംപ്ലോയീസ് അലൗഡാണ് പോവാൻ. പിന്നെ അങ്ങനെ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും. നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2-ാം തീയതി. ഓഗസ്റ്റ് 2-ാം തീയതി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കർഫ്യൂ, ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതിൽ 50%ൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പണിക്ക് പോവുക ഓരോരോ ഓഫീസിൽ. പിന്നെ ബസ്, ടാക്സി, ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. 1-ാമത്തെ 2-ാമത്തെ 3-ാമത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ള പോലെ അല്ല, അല്ല 4-ാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഈ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2-ാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ സ്റ്റേജ് 3 ആഴ്ച. നമ്മൾ ഈ 3 ആഴ്ചയിൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് 5-ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കോട്ടേക്ക് പോണ്ടി വരും. 5-ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഫാമിലി ഗാദറിങ്, നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ആയിട്ടും കൂടാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കല്യാണ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നീട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 5-ാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ 5-ാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആക്ച്വലി തുടങ്ങല് 2023, 8-ാം മാസം 2023. പിന്നെ നമ്മൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഓരോരോ ഫാമിലി ഗാദറിങ്, പിന്നെ ജിമ്മ്, ബ്യൂട്ടി പാർലർ, ബാർബർ ഷാപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തുറങ്ങും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം, സിനിമാള് എന്തായാലും തുറക്കും 5-ാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ. ഈ സ്റ്റേജിൽ മൊത്തം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഫേസ് മാസ്ക് തന്നെ ഇടണം, അത് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചതാണ്. ഫേസ് മാസ്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ 3 മാസം നിൽക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ 10,000 ദിനാറ് നമ്മൾ ഫൈന് കെട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫേസ് മാസ്ക് ഇടലൊരു മസ്റ്റാണ് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും. പിന്നെ നമ്മൾ കൈയ്യണോടത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നമ്മൾ കരുതുക. ഇത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. ഓ, താങ്ക് യു അബ്ദുൽ അസീസ് ഫോർ ദിസ് ചാൻസ്. You're most welcome. We are very appreciate what you are doing, and all of you, all our colleagues in the Good Evening Kuwait, they are sending their gratitude and appreciating for your efforts. Thank you very much. Thank you, Abdulaziz. Thank you so much for being with us today in the show. كانت معنا زميلتنا الإعلامية مريم القفندي مقدمة النشرة الجوية، وأطلعت السادة المشاهدين عن دورها الإعلامي في هذه الجائحة، بالإضافة إلى سؤالها الأخير وجهت رسالة باللغة الهندية إلى السادة المشاهدين، وهي عبارة عن رسالة توعوية وعن المراحل الخمسة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في المؤتمر الصحفي. وصلنا معكم مشاهدين الكرام لنهاية فقرتنا، فاصل ومن ثم نواصل. और अब जब बाहर जाने का है तो ग्लव्स और मास्क जरूरी पहनने का है।
تاكي آپ سب قانون سوال سے دور رہے. كلنا مسؤولين. نجدد لكم التحية مشاهدينا، ويسرنا الحين أن نلتقي عبر الفيس تايم مع فيصل العتيبي مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة الأحمدي، ورح يكون حديثنا عن طبيعة عمل بلدية محافظة الأحمدي في المرحلة الأولى. حياك الله أستاذ معنا في مساء الخير يا كويت. حياك الله أستاذة فاطمة، ونرحب فيكم ونرحب بالسادة المشاهدين على هذه التغطية، ونشكر بعد وزارة الإعلام لتغطية هذا الحدث جائحة كورونا وإبراز دور الجهات الرسمية ووزارات الدولة وقطاعاتها. يا حياك الله أستاذ فيصل، بالبداية ودنا ناخذ فكرة منك عن طبيعة عملكم خلال هذه الفترة، فترة الحظر الجزئي بالمرحلة الأولى. طبعا احنا بتوصيات من معالي الوزير ومدير عام البلدية بإدارة النظافة أن يكون هناك تركيز أكبر في هذه المرحلة، هي مرحلة النظافة والتركيز عليها. طبعا عملنا احنا في إدارة النظافة يعني نقيم في كذا يعني موضوع يعني شغلة، يعني منها رفع القمامة التي تخرج من البيوت. نعم. هذا عمل يومي مستمر ونحرص عليه، يعني القمامة هذا أهم شيء عندنا، إن ما يبقى شيء متروك في الشوارع. اثنين، رفع المخلفات المجهولة المصدر، نرفعها بوضع جدول زمني ويتم رفعها عن طريق آليات البلدية. ثلاثة، اللي هو رفع السيارات المهملة الموجودة ومتروكة بالشوارع أو متروكة في الأماكن العامة يتم رفعها. أربعة، اللي هو غسل وتعقيم الحاويات بشكل دوري ويومي، يعني بكل في طبعا وجود خطه. نعم. من قبل البلديه ان نعقم هذه الحاويات بشكل يومي دوري بكل منطقه بكل قطعه بكل شارع، يكون هناك خطه في كل مركز بهذا التعقيم على مدار اليوم. استاذ فيصل، ولا في اوقات معينه؟ على مدار اليوم، ما في تو، يعني صراحه من بدايه عملنا الى اليوم احنا شغل يوميا غسل وتعقيم هذه الحاويات. طبعا خمسة، اللي هو غسل آليات السيارات البلدية النظافة هذه. نعم. هذا يومي بشركات النظافة يتم غسل السيارات. ستة، عندنا اللي هو غسل وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية سواء كان آلي أو يدوي. نعم. سبعة، عندنا توزيع الحاويات في بعض البيوت يكون حاوية تالفة أو يعني مفقودة، يتم توزيع حاوية بيومي، إذا ما وجدنا حاوية نوزع حاوية مرة ثانية. ثمانية، يعني نتابع المحلات الآن من عمل صيب عمل، نتابع عمل المحلات ونشوف هل هي يعني وضعت خطة يعني خطة صحية لمواجهة هذا فيروس كورونا. نعم، قواكم الله أستاذ فيصل على هذه الجهود اللي تقومون فيها. ودنا لو تكلمنا عن منطقة المهبولة المعزولة، وشلون يعني تحافظون على نظافتها خاصة أن هي تمر في مرحلة عزل؟ منطقة المهبولة يعني لا يخفيكم الأمر هي من زمان معزولة، مو من الفترة هذه، لا من يعني
تقريبا من فتره زمنيه بعيده يعني حوالي شهر او اكثر يعني، وهي مجال لكن في اهتمام يعني، في توصيات من معالي الوزير مدير عام البلديه ان نركز اهتمامنا في المهبوله بالذات. المهبوله للامانه فيها كثافه سكانيه عاليه جدا صراحه. نعم. ويعني العماره الواحده تحتوي فيها من 400 الى 700 عامل او 700 شخص في العماره الواحده. فتركيزنا في المهبوله بالنظافه وغسل الشوارع وكنسها ومتابعه المهبوله بشيء خاص. دخول الآليات في المهبولة يكون من الساعة الواحدة مساء إلى الساعة الرابعة اللي هو المكابس والكناسات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى دخول بعض باقي الآليات من الساعة الرابعة إلى الساعة 11 بعد الظهر، يعني تقريبا 11 ساعة يومي في المهبولة حتى يعني نحافظ على المهبولة ونظافتها. الله يعطيكم الصحة والعافية. قبل شوي أستاذ فيصل ذكرت نقطة بأن الحين وبعد يعني فتح بعض المحلات في لكم جولات ميدانية طوال اليوم تشوفون التزام العاملين بالأسواق بتطبيق الإجراءات الاحترازية، الإجراءات الوقائية ضد هذه الجائحة. طبعا بالنسبة للمحلات يومي نطلع عليها في خط، في وضعنا فريق متكامل من الشباب يعني بعمل لهم جدول، نطلع على المحلات هذه وعلى الأسواق الموازية ونتأكد من أنهم مطبقين الاحترازات الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. طبعا للأمانة كل المحلات أو تقريبا عدد كبير من المحلات لا والله مطبقين الاحترازات، لكن العدد منهم قليل جدا، وجدنا فيهم ما حد يعني ما طبق بعض الاحترازات. اتخذنا تجاههم اجراءات قانونيه وتم مخالفتهم. نعم. شنو انواع هذه المخالفات اللي يقع فيها بعض الباعه؟ يعني اتلاها اليوم يعني بعض المحلات والله فاتح محل للجميع يعني ما حط خطه احترازيه إجراءات احترازية من الوقاية، فتح المحل ولقينا داخل المحل لا يقل عدد كبير من الزبائن وقاعد يبيع وكذا، قلنا دخلنا عليه ووضحنا له الموضوع أنك أنت قاعد تخالف الإجراءات الاحترازية وصدر بحقه مخالفة. وصدر بحقه غلق المحل من قبل البلدية. طبعا هذا العمل اللي سواه المحل صراحه خالف الاجراءات الاحترازيه كلها. نعم استاذ فيصل، بدايه حديثك كان عن كذلك السيارات المهمله، كلمنا عن هذه الحملات المتواصله منكم لمراقبه النظافه العامه وازاله السيارات المهمله وطرق التعامل مع هذه المخالفات. طبعا طرق التعامل انا ببدا من الاخير، طرق التعامل لا والله احنا وضعنا يعني في يعني اهتمام المعاوزين لبعض الظروف، يعني بعض الناس يعني عنده حظر كلي موقف سيارته ما نتعامل معاه اللي قاط سيارته والله بالشارع وتاركها ورايح، فهذا غير وهذا غير، فلا احنا وضعنا يعني حطينا في عين الاعتبار بعض الظروف اللي يمر فيها بعض الناس. صحيح. يعني موقف سيارته لا يقدر يروح لا يقدر يجي، هذا احنا تعاملنا وياهم يعني لها معامله خاصه، وبعضهم لا بعض الاخر اللي قاط سيارته والله يعني مهملها وقاطها لا في الشوارع او في بعض المواقف المدارس او مواقف المساجد ومهملها وبين يعني حتى السيارات المهمله تتبين يعني تكون بنشر عليها غبار على كذا. اول خطوه نضعها نحط يعني نحط عليه ستيكر اكس. هذا الستيكر مدته 3 ايام. طيب اذا هو هذا الشخص ما شاف سيارته او تاركها او مو يعني مهملها بعد 3 ايام يتم رفع السياره وارسالها لحجز البلديه. طبعا بعد ذلك يتم مراجعه هذا الشخص عندنا ان شاء الله في الاداره، يتم مخالفته لترك سيارته مهمله ونحسب عليه الارضيات والونش والمخالفه يعني عليه كامله، وبعد ذلك يتم اخراج سيارته من الحجز. نعم، لكن هناك في مراعاة لظروف البعض. والله الراعي للأمانة، والله الراعي توصيات من المعالي الوزير مدير عام يعني الراعي جميع الناس.
جميع الناس إلا الذي مهمل، يعني صحيح. مهمل بالمرة لا هذا يتحمل أكيد. يتحمل إهماله أكيد بلاحظ. لكن لا للأمانة يعني الراعي الحالات اللي أنا أتكلمك عن محافظتي محافظة الأحمدي الأحمدي نعم الراعي اللي في المهبولة اللي كان سواء كان في الحظر الجزري أو الحظر كله كان على مستوى الكويت كنا الراعي الجميع يعني صحيح إنه لو والله هذه الفترة فترة يعني حظر نعم. والراعي الناس إنه مو قادر يطلع ولا يقدر يشغل سيارته أكيد فراعي الجميع لكن المهمل لا هذا ياخذ عقاب عساكم على القوة أستاذ فيصل ودنا نركز على موضوع الشباب شوي خاصة أن هم أحد أهم أعمدة الوطن شلون تشوف إخلاص واجتهاد الشباب والعاملين معاكم في البلدية وخصوصا في هذه الأزمة للأمانة أنا عندي أو أنا وجدت مجموعة كبيرة من الشباب النشط في بلد الكويت و والله حتى يعني يبي يبذل جهد بس لخدمة هذا الوطن يعني أنا اشتغلت وياهم في واحد والله يشتغل معي الصبح والعصر وما عنده مشكلة يقعد معي لنص الليل يعني طلعنا احنا الفترات اللي طافت خاصة قبل حظر الكلي اللي طاف كان في هناك نقاط وضعنا نقاط بلدية للتفتيش المطاعم وكذا والله قاعدين الشباب إلى الساعة واحدة من الليل يراقب السيارات ويراقب العمالة ويراقب المحلات يعني نشط ومهتم ومخلص لهذا البلد وصراحة يستاهلون من التقدير والتحية يعني لنشاطهم في هذه الفترة ونشكرهم الله أكيد هذه الهجوة في شبابنا أخوي فيصل في طريقة للتواصل معكم إذا في هناك ملاحظات في شكاوى طبعا في الخط الساخن نعم. اللي موجود الان عن طريق البلديه اللي هو 139 يقدر ان المواطنين والمقيمين التواصل مع هذا الخط وابد احنا مستعدين للشكاوى في اي لحظه الرقم اللي هو 139 نعم وللامانه احنا متواجدين في في الاحمدي في جنوب الصباحيه وفي بعض المراكز النظافه متواجدين اي ملاحظات اذا ما رد عليك هذا الاتصال او لقيت الخط هذا مشغول نعم. حياك الله عندنا في المركز وابد حاضرين ولشكواك واي ملاحظه احنا نتقبلها بصدر الرحم نعم استاذ فيصل الله يعطيكم العافيه على هذه الجهود اللي تقومون فيها وعلى هذه التوضيحات اللي تكلمت عنها في برنامج مساء الخير يا كويت هل في رساله حاب توصلها للمشاهدين والله الرسالات واجد لكن انا اختصرها بثنتين مهمات صراحه يعني نعم. اما الاولى يعني صدر تعميم نعم. قبل اسبوع اللي هو اخراج القمامه من الاربع للست انا ودي من المواطنين المقيمين ان يلتزمون بهذه الساعات من الاربع للست يعني اذا طلعها بدري تتعرض يعني في ناس تفتش القمامه للقطاوه يعني تكرمك هذا يفتشون القمامه ويصير نثر القمامه فانا ودي من المقيمين والمواطنين ان يلتزم بهذا الوقت اللي هو من 4 ل 6 الاربع استاذ فيصل مساء ولا صباحا بس عشان نوضح لا 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 مساء 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 نعم. اللي هي قبل وقت الحظر يعني من 4 ل 6 عندك وقت كافي ساعتين نعم. تقدر تطلع القمامه هذه نعم. ملاحظه الملاحظه الثانيه انا شفته والله في الجمعيات في الأسواق اللي هي رمي القفازات هذا الجلافز والكمامات صراحة الناس قاعد تقطها بالشوارع بس مجرد ما يطلع من المحل قط القفاز قط السوس هذه قطها وقط الكمامات ونجي وراهم نلقى صراحة شيء صراحة منظر يعني ما غير مع أن أستاذ فيصل في حاويات مخصصة لرمي القفازات والكمامات صحيح صحيح والله في حاويات بعدد كافي صحيح. كافي سواء كان يعني أنت توك طالع من السوق موجود حاويات عند أصحاب الأسواق هذه حاطين حاويات عند الباب أو في المواقف صراحة يعني أنا وجدت عند مواقف الجمعيات مواقف الأسواق منظر غير حضاري للرمي هذا القفا التسوس اللي هو جلافز والكمامات يعني بشكل كبير نعم. هذه هي ملاحظات كثير لكن هذه والله الملاحظات اللي انا ودي الناس تلتزم فيها اكثر واكثر
نعم طبعا نتمنى ان هذه الملاحظات توصل للسادة المشاهدين، احنا ايضا كذلك بدورنا نوصل هذه الرسائل للمشاهدين. فعلا يمكن يغيب عن البعض اماكن هذه الحاويات، لكن هي موجودة وبكثرة مثل ما ذكرت. احنا رسالتنا لكم ان نقول لكم شكرا لكم على الجهود اللي قاعد تقومون فيها من بداية الأزمة لليوم استاذ فيصل. شكرا، شكرا لك اخ عبد الله واخت فاطمة، واحنا والله اللي نشكركم صراحه، يعني انتم من بدايه الازمه الى اليوم وانتم شغالين معنا وشغالين وقاعد تبرزون دور صراحه الوزارات والهيئات الحكوميه. شكرا، شكرا لوزاره الاعلام، شكرا اخواننا المذيعين، شكرا لكم والله من القلب للامانه صراحه. شكرا لك، اكيد مستمرين معاكم مشاهدينا ولكن من بعد هذا الفاصل. أحلفكم بالله البقاء في منازلكم. فجأة ما قمنا نشوف بعد ما كان كل شيء سهل، وخرنا عن الأهل، اختلف دورنا، انحكرنا وقعدنا في بيوتنا. البيت يا الكويت، والله ما قمنا نشوف، عايشين برعب وخوف، إحساس غريب لما حبيبك جارك رفيجك وكل أهلك يمك بس ما حد قريب. وايد غريب ما توقعناه بالمرة، حتى السلام بالحسرة، بس ما يخالف انت حمل، هي فترة. على فكرة الله أنعم علينا وكل شيء بين يدينا، المدرسة وصوت اليهال، ولما تمشى عليان نادي أو روحة الجمعية، حداي أو يمع الديوانية، لباب الأعراس ومطعم فيه وايد ناس، وكشتة في وسط الفرح، واللعبة وهي تفتح، سينما أو حفلة مسرح، أحضان تخلي القلب يفرح. إذا صرنا أقوى والتزمنا راح نكمل، وكلنا بالصف الأول، وكلنا بالصف الأول، كلنا بالصف الأول، وكلنا بالصف الأول. ما في شك مشاهدينا بأن الجهود المبذولة من كل قطاعات الدولة جهود مخلصة ويشكرون عليها. اليوم راح نسلط الضوء على جهود إدارة الطوارئ الطبية واللي تعمل بصورة مساندة للخطوط الأولى. المزيد راح يكون معنا في سياق التقرير التالي. الطوارئ الطبية تسخر كافة جهودها لخدمة دولة الكويت في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فقد حرصت الكوادر الطبية العاملة على تجهيز العيادات الميدانية وفرز فنيي الطوارئ الطبية وتحديث سيارات الإسعاف وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتقديم العناية الطبية الطارئة. كما يتابع العاملون في إدارة الطوارئ الطبية من خلال غرفة التحكم البلاغات الواردة وتقديم العون لهم في أسرع صورة عبر التعامل مع البلاغات بكل حرفية ومهنية لحين وصولهم إلى أقرب مستشفى. وتتمثل أهم مجالات عمل إدارة الطوارئ الطبية في الحرص على الوصول للمستويات العالمية لمعدل الاستجابة في تنفيذ البلاغات الواردة، مع تعزيز القدرات الفنية للعاملين في قسم العمليات وتطوير خطط الطوارئ والكوارث من خلال المتابعة المتواصلة مع المتخصصين والتحديث المستمر لخطط الطوارئ بما يتواكب مع التوسع السكاني والعمراني ومواصلة التدريبات الطبية التي من شأنها رفع الكفاءة الفنية للعاملين في حالات الكوارث.
وتواصل إدارة الطوارئ الطبية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة فيروس كوفيد-19 عبر الحرص على حياة المواطنين والمقيمين من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها الكوادر الفنية في سرعة التعامل مع الحالات المرضية في المستشفيات والمحاجر الصحية المنتشرة في البلاد. نشكر إخواننا في إدارة الطوارئ الطبية على الجهود اللي يقومون فيها، وإحنا من خلال مساء الخير يا كويت نحاول كل مرة أن إحنا نركز ونسلط الضوء على جهود إخواننا في كافة قطاعات الدولة اللي قاعد يشتغلون ليل نهار لخدمة هذا الوطن وللتصدي لجائحة كورونا. مستمرين معاكم إن شاء الله في برنامجنا مساء الخير يا كويت، ولكن من بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا من جديد. طبعا يسرنا الآن أن نلتقي عبر الفيس تايم مع السيد محمد سيف صالح رئيس فريق الإنقاذ الكويتي صقور صباح، وراح يكون حديثنا عن فريق الإنقاذ الكويتي صقور صباح والمهام والأعمال الوطنية اللي قدمونها في ظل جائحة كورونا. حياك الله ومساك الله بالخير. مساك الله بالنور، الله يحييك، يعطيكم العافية على جهودكم. الله يعافيك، ما سوينا شيء، طال عمرك واجب علينا تجاه وطننا وتجاه أهلنا، وهذا قليل بحق الديرة. حياك الله أخ محمد معنا في مساء الخير يا كويت. في البداية ودنا لو تعطينا نبذة تعريفية عن فريق الإنقاذ الكويتي التطوعي صقور صباح. بسم الله الرحمن الرحيم. هو فريق إنقاذ ما بين الناس المبرزة بالبر وشواطئ البحر والبحث عن المفقودين، بس احنا حاليا يعني اكثر الضغط اللي قاعدين نقوم فيه او تركيزنا عليه في مساعدة الناس اللي في الجليب، في حولي، في السالمية، في المناطق المغبوبة عليها مثل المغبولة، نوصل سلات غذائية، نوصل خبز، نوزع على الناس المحتاجة، نعاون اخواننا وزارة الداخلية كذلك في المهام الدور اللي قاعد يعطونه. في نفس اللحظة العقم بعض الأماكن مثل وزارات في الدولة الرسمية، المساجد قلنا العقم المساجد كذلك. نعم. وما أقول الله يحفظ الديرة وتعدي هالأزمة هذه على خير يا رب. اللهم آمين. أخوي محمد أنت حاليا قاعد تكلمنا وأنت بالسيارة، وين رايح أو طالع من وين؟ والله حاليا طالعين من منطقة حولي، قاعد نوزع خبز كنا. نعم. عند في داخل منطقة حولي. داخل حولي. ما يقارب 20,000 كيس خبز. أي نعم. داخل حولي. ما يقارب 20,000 كيس خبز وزعناها حق الناس المحتاجة. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعطيكم العافية على هذه الجهود اللي تقومون فيها. بس أكيد الناس قاعد تتساءل وإحنا بعد نتساءل، ليش سميتوا الفريق بصقور صباح؟ والله اللقب هذا لقبته على الأعضاء من تقريبا 4 سنوات، وأبونا يستاهل أكثر من كذي للأمانة، وهذا قليل بحقه. أكيد أكيد طبعا. ودي أيضا أعرف منك أهداف هذا الفريق أخوي محمد. أهداف الفريق هو المحافظة على الإنسان، الناس المبرزة بالبر وشواطئ البحر، مساعدة رجال الأمن، مساعدة الدفاع المدني في حالة الكوارث. نعم. البحث عن المفقودين، في هالامور هذه صار لنا ما يقارب 7 سنوات في هالمجال هذا اللي قاعد ما شاء الله.
أخي محمد، كم عددكم بالفريق؟ والله العدد الحالي موجود في أزمة كورونا 40 رجال وقايمين في الدور بالشكل المطلوب. 40 شخص، طيب شلون تستقبلون البلاغات اللي توصلكم؟ والله نستقبلها عن طريق سواء التواصل الاجتماعي او عن طريق بالدار 112 اللي هي عمليات وزاره الداخليه، ونقوم بالدور بالشكل المطلوب. نعم. نعم، انزين كلمنا عن الخدمات اللي تقومون فيها خلال فتره الحظر، يعني سمعنا قبل شوي ان تو موزعين خبز في منطقه حوالي، شنو الخدمات الثانيه اللي تقدمونها؟ الخدمات الثانيه اللي قاعد نقدمها الحين عندنا تقريبا 5 مساجد في السالميه راح نعقمها ان شاء الله بعد شوي. وكذلك في منطقة القرين كذلك، والقوم العاون أخواننا وزارة الأوقاف ووزارة الدفاع في مرعى التحقيم المساجد، وترد الأمور من أحسن ما يكون يا رب بإذن الله إن شاء الله. طيب العمليات، عمليات الإنقاذ اللي قاعد تقومون فيها، هل تقتصر فقط في فترة الحظر ولا أيضا في الفترة المسموح فيها بالخروج أثناء الحظر الجزئي؟ لا، اثناء الحظر الجزئي نطلع كذلك، عندنا فتره مسموحه من الساعه 4 العصر للساعه 12 بالليل. نعم. مسموح لنا احنا نقوم في دورنا في الانقاذ واي شغله تطلب منا، كذلك لنا تعاون مع اخوان وزاره الداخليه، لنا تعاون مع الجمعيه الكويتيه لتنميه الشباب. نعم. وقواهم الله على الدور اللي قاعد يعطونا. نعم، اخ محمد نبي نركز شوي على عمليه الانقاذ، شنو الحالات اللي تطلعون فيها لعمليات الانقاذ؟ والله جانا البارح يعني في منطقه الجليب، عسكري في الجليب طايحه سيارته متعلقه ودق علينا وطلعنا له وطلعناه من المشكله اللي هو فيها، كذلك جتنا 3 حالات في الصبيه، كذلك اسر مغرزه في السبخه وطلعنا لها، وكان يعني هم كاشتين قبل فترة الحظر. نعم. الساعة 6 بس طبعوا وما قدروا انهم يفكون عمرهم من المكان هذا، فاستعانوا فينا وطلعنا والحمد لله يعني طلعناهم من مكانهم اليوم فيه. الله يعطيكم الصحة والعافية. يمكن قبل شوي تكلمت عن تعاون مشترك ما بينكم وبين وزارة الداخلية، أيضا هل في هناك جهات حكومية أخرى في الدولة في تعاون بينكم وبينهم؟ نعم، في تعاون مع وزارة الداخلية، لنا تعاون مع مركز العمل التطوعي برئاسة الشيخ أمثال أحمد الوالد الله يطول بعمره، كذلك لنا تعاون مع الجمعية الكويتية لتنمية الشباب. نعم. احنا طال عمرك الأزمة هذه أي من طلب مننا مساعدة احنا نكون أوائل الناس، الديرة تستاهل وشنو ما نقدم ما راح نوفي بحقها. كفو عليكم. إنزين أخ محمد، أكيد عمليات الإنقاذ اللي تقومون فيها تتطلب سيارات مواصفات معينة، شنو هذه المواصفات وشنو التجهيزات اللي قاعد تضيفونها على هذه السيارات، وهل هي سيارات شخصية خاصة فيكم؟ إيه نعم، سيارات خاصة وتتطلب يعني رفع السيارة تكون مرتفعة، أماكن معينة لازم تكون سيارة مرتفعة. نعم. كشافات فيها فليشر، يكون فيها اللوجو حق الفريق، الناس كذلك تكون عارف الفريق هذا، يكون في يعني فيها عزم للصوت يعني اللي هو الدرز هذا، واحنا وقفناه بسبه يعني الناس مفكره ان الصوت يعني الامور اخرى، وهو يعطي عزم في الاماكن الوعره. نعم. طيب اليوم كان في هناك توزيع خبز في منطقه حوالي، فقط اليوم ولا ايضا راح تكون في الايام القادمه وفي مناطق معزوله اخرى؟ هو في ان شاء الله ان يوم السبت والايام القادمه راح تكون ماشيه المرحله هذه. نعم. في منطقه حوالي، كذلك في منطقه الجليب ومنطقه المقبوله باذن الله. باذن الله. انزين اخ محمد، احنا قاعد نشوف انكم قاعد تدشون مناطق معزوله وقاعد تعرضون روحكم للخطر، شنو الاحترازات او الارشادات الصحيه اللي قاعدين تتبعونها حتى تتجنبون الاصابه؟ والله احنا قاعد ناخذ توجهات اخواننا في وزاره الصحه من ناحيه الديس، من ناحيه الكمام، قاعد نحط احتياطاتنا بيننا وبين الشخص يكون متر ونص. الأمن نفسنا كثر ما نقدر يعني، حتى أسرنا نرجع لبيوتنا معزولين من أسرنا وعيالنا، والحامي أول والأخير رب العالمين، احنا نطبق بس التعليمات اللي قاعد تجينا من وزارة الصحة، والحمد لله يعني من بداية الأزمة ليومكم هذا احنا قايمين في الدور، وفى
فضل الله ثباتنا هذا، وعسى الله يعدي الأزمة هذه على خير. اللهم آمين إن شاء الله. هل في هناك رسالة نصيحة ممكن أنك توجهها لأسادة المشاهدين؟ والله يتبعون إخواننا وزارة الصحة، وما نقول إن شاء الله تعدي الأزمة هذه على خير يا رب، والأمور نشوفها كل ما لو قاعد تهدي، وتواصلنا مع إخواننا وزارة الداخلية إن شاء الله الأمور راح تزين بإذن الله، بس دعواتكم الطيبة بإذن الله. ودواك الله. شكرا لك أخوي محمد، تحياتنا لك ولكل أعضاء هذا الفريق على الجهود اللي قاعد تقومون فيها أمانة. تحية شكر لكل الفرق التطوعية، لكل المتطوعين وين ما كانوا، على كل شيء قاعد يقومون فيه لخدمة هذا الوطن، لخدمة المواطنين والمقيمين كذلك. نعم الله يعطيهم العافية أكيد. وبكذي وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم من مساء الخير يا كويت، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونترككم إن شاء الله بحفظ الله ورعايته.